السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. اليوم بإذن الله يا جماعة الخير بمناسبة افتتاح مقاطع فورتنايت، اليوم بإذن الله راح نعطيكم 3 جلتشات ممكن انك توصلك لليفل 50 وتجيب السكن الموضح امامكم في الشاشة هذا، ومتطلبات وسهلة جدا. بعد نسوي الجلتشات اللي حاطيك هي 3 هذولا بإذن الله راح نجيبها معكم ونجربها معكم بإذن الله المقطع الجاي. التحدي الأول يطلب مني 5 مستويات، والثاني 20 مستوى، و35 مستوى الثالث، والرابع 50 مستوى واللي هو الإسكن. المهم قبل ما نبدأ المقطع أتمنى ما تنسون زر اللايك والشير والسبسكرايب. نبدأ بالجلتش الأول ويلا بينا. مبدئيا يا شباب هذا كود الماب 2024824143 موضح أمامكم في الشاشة. تمام، أول ما تحط كود الماب حيجيك الماب هذا. الأفضل إنك تحطه خاص عشان ما في أحد يخش معاك ويخرب عليك وكذا. وقبل ما نخش في الماب ننبهكم باللغة الإنجليزية، حطوا اللغة الإنجليزية يا شباب لأنه الماب أكثر الكثير يحتاج لغة إنجليزية عشان الوقت وكذا. وأتمنى إنك تحط اللغة الإنجليزية بعد ما تخلص الجلتشات، حول على اللغة اللي أنت تبغاها. وبسم الله هيا بينا على الجلتش الأول. طيب يا جماعة الخير الآن رجعنا لكم في الجلتش الأول. أول شي راح تروح عادي تخش من هنا، بعدين راح تلقى أمامك زر مكتوب عليه اكس بي بوتون، مدري ايش مكتوب عليه، تروح تفعله وتعلق عليه مربع. بعد ما تفعله تبني وراه درجين وارضيتين، بعدين بتجي يطلع لك زر هنا بيكون تفعل. حلو، الآن بعد ما تخش بتلقى هنا مربع اللي هو، وبعدين بيعطيك كهرباء من دي بطارية. الآن تفعلها هنا بيفتح لك تستنى 700 ثانية هذه تخلص، تستنى 700 ثانية هذه تخلص. وإذا ما ظهرت لك يا شباب زي ما نبهناكم في بداية المقطع التحويل إلى اللغة الإنجليزية، حولوا إلى اللغة الإنجليزية وبإذن الله بيظهر لكم الوقت هذا. نستنى 700 ثانية تخلص ونرجع لكم. الآن بعد انتهاء الوقت مباشرة بيطلع لكم شيء هنا تاخذونه، ومن ثم تروحوا تفعلوه. فين فعلوا؟ تفعلوه هنا في التلفزيون هذا. حلو، بعد الحديد هذا يبدأ الإكس بي يدبل معاك. حلو، الآن تيجوا تنتظروا هذا الوقت أيضا اللي هو 200 ثانية. نستنى 200 ثانية تخلص ونرجع لكم. الآن مع انتهاء الوقت مباشرة راح يطلع لك هنا أيضا شيء، حيطلع لك وراك بالضبط، حيطلع لك شيء تاخذه تفعله. لا معليش، حيكون هنا غير عن هذا، بعدين تروح تفعله هنا أيضا. معليش ثواني، مربع عندي خربان، استحملوني استحملوني. أنا بعيد عنها. بعد ما تفعلها أيضا تطلع فوق، شوف كيف الإكس بي وصل عندي، لسه هذا كله ما خلصنا، باقي الوقت هنا يخلص، باقي الوقت يخلص هنا، نستنى الوقت يخلص هنا ومن ثم نرجع لكم. والآن بعد انتهاء الوقت مباشر راح تطلع لك فيضة هنا، راح ناخذها ناخذ جوا نفعلها. تفعلها، بعد ما تفعلها او بعد ما ينتهي هذا الوقت بيظهر لك وقت فوق، اذا خلص كل ما يخلص بيدبر لك الوقت. اخر شيء تيجي هنا انتر، ومن ثم كل نقزة عليها اكس بي يدبل الاكس بي اكثر، 160,000 160,000 صار 138,000 على حسب اللي تبغى توصل له. تبى توصل 1,000,000، تبى توصل 700,000، تبى توصل 600,000، تبى توصل 200,000. وبكذا خلصنا جلتش الاكس بي الاول. نروح معكم الى جلتش الاكس بي الثاني. باذن الله راح يكون المقطع الجاي جلتش اكس بي راح يوصل لنا
نص مليون اكس بي. طيب متى بينزل المقطع اللي بعده او الجاي؟ راح ينزل 3 اجزاء، اللي هو هذا الجزء الاول وايضا الجزء الثاني وايضا الجزء الثالث. راح ينزل كل 10 ساعات، راح ينزل لكم باذن الله جزء. اتمنى ما تحرمونا من دعمكم، واتمنى ضغطكم للايك والشير والسبسكرايب. وبس والله هذا كان مقطعنا لليوم، والسلام عليكم.